بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والشكر لله تقديم عند ربنا. بالنسبة للناس اللي بتشكك في عروضنا محمد، الحمد لله الحمد لله معانا الأخ المحترم جه يستلم الذكر من المنصورة مش من المحل، مظبوط؟ مظبوط. يعني بمرض الله والله العظيم جه يستلم الذكر من المنصورة، جالي شاكرا ينورني المحل النهاردة من المنصورة عشان يستلم الذكر. زي ما احنا قلنا بمرض الله، أنت دفعت جنيه في الذكر؟ بمرض الله والله حتى انا كنت عايز اخد كمان حاجات، قال لي الناس حجزتها وما اقدرش اجيبها. الحمد لله والشكر لله توفيق من عند ربنا. تيجي تشوف ده الحاجه على الطبيعه حصل ده معناه ايه؟ هل اللي احنا عارضينه غير اللي في الفيديو؟ في حاجه معلش مشكوفه بالنسبه للكميات اهي، في حاجه مشكوفه، في حاجه تعبانه قدامك في المرض ده. ان شاء الله يا جماعه ربنا يبارك لصاحبها يعني. ان شاء الله معلش عشان باظ ان شاء الله، يعني ايه ما يقلقش لصاحبها يعني حاجه ما شاء الله يعني. ده عروض عشان تعبانين، ده عشان فيهم، ده عشان كاني، ده عشان ماني. لا ما شاء الله يا رجاله والله بصراحه الصدر الفرد ما شاء الله عليه يعني، الريش مش عايز ينزل من عليها. فيهم حاجه بموارد الله، حاجه قدامك قاعد على الطبيعه. دي بالنسبه عشان الناس اللي بتشكك وبتقول لك يعني اللي بشكك يجي يشوف بعينه. ما هو ده اللي احنا بنقوله والله. اللي عنده شك يجي يفكر. اللي شاكك في حاجه يجي يبص عليها بنفسه. ده اللي احنا بنقوله توفيق من عند ربنا. الحاجة اللي بنقول خرجت بموارد الله بنقول خرجت. طبعا موجود الحمد لله والشكر لله مجموعة وزارة نازلة جامدة جدا جدا يا أحمد. بإذن الله بإذن الله على قد ما نقدر هنوفي. اللي باقي معانا بنقول باقي معانا. يعني الصافي موجود، المساويك موجودة، النتال العنبرانية الوزار، النتال بوشكاية. ده اللي بيبقى موجود بنقول موجود. اللي اتباع يا جماعة أنا مش بمزاجي غصب عني، اللي بيتباع والله العظيم بقول اتباع لأن بيبقى فلوسه اتحولت وناس عشرة. راجل محترم ده من اول الناس اللي كلمتني وقال لي الذكر ابو زيد انا هاجي اخده، قلت له تيجي تنورني. حصل؟ حصل. ما استنيتش حد من المحله، ما استنيتش حد من الحته الفلانيه، الراجل دي مشكوره منورني واستلم ذكره، ما قلتلوش كاني ولا ماني، انا بالعكس احنا مجنون لله اللي فعل لله يا جماعه ما بتغرقش، ان شاء الله ان شاء الله. على قد ما نقدر الفتره الجايه هننزل عروض كويسه، على قد ما نقدر هنحاول نستمر بما يرضي الله. العروض جاهزه ان شاء الله، نازل عرض وزار باذنك يا رب هيعجبكم، احنا بنجهز العرض. انا بحاول بقدر الامكان ان اجيب لكم سعر كويس عشان اقدر اتكلم معاكم وحاجه تفرحكم. ربنا يقدرني واقدر اعمل اكتر واكتر. اللي عايز اي حاجه يا جماعه، سواء بول، سواء زواجي، سواء استراليات، سواء اعداد، سواء لاحم، سواء اي حاجه، انا ومحمد العنان اخويا تحت امر. انت مش عايز تحاول عليا، حاول على محمد. اي حاجه في اي وقت احنا تحت امر الناس واحنا اقل الناس للناس. باذن الله باذن واحد احد عروض جايه كتير، مفاجآت كتير، وانتظروني. والسلام.